طب هذا يقودنا إلى يوم أيضا آخر اخترته، اللي هو أول أسطوانة سجلتها في بيروت. قيمتها الحقيقية وين؟ يعني قيمة هذا العمل وهذا المنجز وين؟ هل هو لأنه والله مثل ما ذكرت أنه خلفك فرقة موسيقية، ولا لأنه والله حاضر الأستاذ طلال مداح الله يرحمه؟ كلها مجتمعة. يعني أنا أول مرة أغني مع فرقة موسيقية، اللحن لفنان بحجم الأستاذ طلال، الكلام للأستاذ لطفي زيني، نزوله كأسطوانة يعني كان. أنا أصبحت فنان يعني لي أسطوانات، يعني تعرف هذا الإحساس. ترى أول ألبوم الآن مثلا بنحكوا أول أسطوانة، إحساس جميل إنه أصبح عندك أسطوانة يعني. طب إنسانيا أنت كيف عشت هالتجربة في بيروت؟ يعني تحديدا بيروت اللي فيها فيروز، اللي فيها صباح، اللي فيها. أنا ولا كنت أعرف لا فيروز ولا كنت أعرف. رايح. أنا يعني بقول لك واحد عمره 14 سنة. يعني أنا أول ما نزلت المطار أنا يعني. تقريبا عام كم هذا؟ في آخر الستينات. ها؟ آخر الستينات ولا؟ آخر الستينات، عام 69 تقريبا. ما تعرفت، ما اكتشفت اي شيء من الفنون؟ لا انا كنت طبعا مبهور لما نزلت بيروت، مبهور بالمدينه. اول بلد يعني انا يعني اخذوني من جده على بيروت راسا، يعني ما قد خرجت من المملكه ولا خرجت من جده اصلا ولا خرجت من حارتي اساسا. فاخذوني على بيروت، فكان يعني تعرف. وين سكنت تتذكر؟ اتذكر سكنت في الرمل البيضاء. ايضا ابو ساره من القصص اللي تروى في تلك الفتره، وتحديدا في زيارتك الاولى لبيروت، قصه اغنيه يا حلاوه انت والمرحوم طلال مداح الله يرحمه. ايش تفاصيل هالحكايه؟ وكان هذه الاغنيه كانت اللحن الثاني بعد يا غزال. وحنسجلها في نفس الرحله، لكن استاذ طلال ما عمل مقدمه موسيقيه. فقلت له كيف يعني كيف اسجلها؟ فقال لي سويها انت. قلت له كيف اسويها انا؟ ما قد لحنت في حياتي. قال لي لا يجي منك يعني سويها وحتعرف. يعني كانه يتنبا بانه عباد الجوهر ممكن يشق طريقه ايضا كملحن، ما هو كفنان او مغني. ممكن. وقبل التسجيل هو وصل. فانا يعني زي ما تقول فرحت انه هو وصل قبل التسجيل، على اساس لو ما عجبه اللي سويته ممكن يغيره هو. فسمعته اياه فعجبه وانبسط منه وقال لي خلي هذه المقدمه انا ابغاها زي ما هي يعني.